طب وهم عرفوا مكانك منين عشان يكبسوا كبسه زي دي؟ والله يا بابا في كذا احتمال، يا مراقبين تليفون اشرف يا مراقبين اسماء نفسها. بص يا جمال، بصراحه من ساعه ما كنت عندي في اخر مره في العزبه انا ما كنتش عايزك تخرج، بس انت اللي اصريت. انت عارف يا جيم ان العزبه هنا امان ومحدش يقدر يهوب عندنا. ما انا شكلي فعلا هفضل قاعد عندك هنا لحد ما اشوف الدنيا بره فيها ايه. بيتك ومطرحك وكل اللي هنا اهلي ورجالتي، يعني اتحرك في البيت كانه بيتك بالظبط. تعيش يا بابا. اتفضل يا سيدي، ده اللي انت طلبته مني واكتر. مواعيد خروجه ورجوعه، مواعيد مراته، مواعيد الباص اللي بيودي حفيدته كيكي المدرسه ويجيبها من المدرسه، الدليفري بتاع السوبر ماركت، الادويه اللي بتجيلهم من الاجزخانه، ولو عايزني كمان اعرف لك عدد القمصان اللي بيوديها للمكواجي اعرفها لك. لا حلو كده يا بابا. ما قلتليش انت ناوي على ايه؟ والله يا بابا لسه مش عارف، بس مفيش حاجه هتخرجني من اللي انا فيه غير ابو العزم ده. هو ده اللي مدورها كلها؟ مش بالظبط، بس ده اول باب لازم اخبط عليه. طب افرض لقيت ورا الباب ده 100 باب. هفضل اخبط لغايه ما حد يفتح لي يعرف اللي عايز اعرفه. يما انت فاهم بقى اللي هيحصل. انا معاك في المشوار ده. وانا اكيد احتاجك. معلش يا اشرف، انا مش عايزك تزعل من بوبو، بس هو كان قلقان عليا مش اكتر. لا خلاص انا مش زعلان. انا فهمت. بس اللي مش قادر افهمه حاجه واحده يا جمال. اخرتها ايه؟ اللي حصل لك في المكان اللي انت كنت مستخبي فيه ده ممكن يحصل لك تاني هنا ويتقبض عليك. وانا معاك، ممكن تهرب مره واثنين وثلاثه. بس لحد امتى؟ انا مش محتاج اسمع كل الكلام ده. كل الاسئله اللي جواك انا عندي قدها 100 مره. انا عايز اللي حلها لي يوقف جنبي ويساعدني. معلش يا جمال، انا اسف. مش موضوع اسف. انا عارف ان انت خايف عليا. بس لو مشيت بالطريقه اللي انت بتفكر فيها يبقى بسلم روحي بنفسي. انا قلت لك يا اشرف قبل كده اللي حصل ده بمزاجي مش غصب عني. ما ينفعش معاه لا قانون ولا ادله لانه اصلا ضد القانون. فزي ما ابتدى كده لازم برضه يخلص كده. ماشي. طب لحد ما ده يحصل انت مأمن لبوبو ده؟ واثق فيه يعني؟ انت بقى كنت بتشتغل يا فتحي؟ قول لي يا بوبو. مفيش حد بيقول لي يا فتحي دي خالص. ماشي. تشتغل يا بوبو. هكون بشتغل ايه يعني؟ دكتور في الجامعه زي ما انا بشتغل دلوقتي. بس زمان كنت واحد من بين مليون واحد. دلوقتي بشتغل مع كبار زيك كده يا باشا. مفيش غير بوب واحد بس. طب ما تطمنش قوي كده. ايه يا باشا؟ بلغك ان حد زعلان مني؟ لا خالص. بس اوعى تشتغل شغلتنا دي وتطمن ابدا. عشان ساعتها مش تلحق تاخد نفسك. مش لسه بقول لك ما تديش الامان؟ يدوم الواجب يا باشا. قول لي يا جمال. ماشي يا جمال. ده معرفة قديمة بقى. الأمن شغال معاه من زمان، عنده رجالته وسلاحه وبيسمع الكلام. أنا نهار أسود. ده الحكاية كانت بلد جوا بلد وأمن جوا أمن. هي طول عمرها ماشية كده، بس محدش كان بياخد باله. قول لي صحيح، مين بقى اللي كانت معاك لما حطوا عليك؟ قول قول ما تتكسفش. هو قال لك؟ طبعا قال لي. هو ده بيسكت؟ لا دي حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص. بقالنا 15 سنة كل ما أسألك على واحدة تقول لي حاجة تانية خالص. ماشي يا سيدي، حاجة تانية. إيه بقى ظروفها؟ اسمها روبا، مهندسة وموكلة عندي. جات لي في قضية كده. وبعدين؟ مش هقول لك بقى الكلام المحفوظ اللي هو كنت داخل الموضوع في الأول بهزر وبعدين قلب جد. أنا من أول ما شفتها ثبتتني، ما بقتش عارف أتحرك. يا أخي بصيتها ليا وكلامها وطريقتها. ولا ورأيتها؟ ورأيتها. والله البنت دي شكلها بتشتغلك، واللي عملته طول عمرك بيطلع عليك دلوقتي. عيب عليك. ماشي. المهم طمنتها عليك؟ اه كلمتها. وقول لي بقى، هي ظروفها من ناحيتك؟ ايه ده؟ لا بجد انا عايز اعرف ايه ده؟ ده انا؟ بص يا كومي، صوري منشوره في الجرنان. نهار اسود. يا دكتور، الموضوع اتلحق، صادر من المطابع والحمد لله. يا ريت كل المصايب صور وجرايد يا دكتور. انت حمار يا كومي؟ عايز تجيب مشكلتك زي مشكلتي؟ العفو يا دكتور، بس في الحقيقه انا حاسس ان مشكلتي انا هي اللي ملهاش حل. لانها مش مشكله اصلا يا اخوي. ايه يعني؟ شويه حراميه وطلعوا على عربيه فلوس.
عايزهم يعملوا ايه؟ هيفسوا العجل؟ ما لازم يسرقوها. عارف ليه؟ لانك عبيط. ده غير بقى انك بتشتغل من ورانا، فهي الجديد يعني. لما تعالى هنا بص، مين مجنون يبعت صور شخصيه زي دي الجورنال؟ وانهي رئيس تحرير حيوان يقرر انه ينشرها من غير ما ياخد اذن؟ لازم يتأدب سعادتك، يتأدب. ده انا هعلقه من لا، ده انا هصوره هو ومراته في اوضه النوم عشان يتقص. الغريبه ان الصور دي اتبعتت لكذا جورنال، ده الوحيد اللي اتشمل وقرر انه ينشرها. ايه؟ مش عارفين نحكمها؟ اسحب اعلاناتك من عنده يا كومي. حاضر يا فندم. وبلغ كل اللي تعرفه في غرفه الصناعه يعملوا كده، مفهوم؟ اعتبره حصل. لكن ارجع اقول العيب مش عليه، العيب على السنيوره اللي بعتت له الصور. ماشي يا رولا، ماشي. هو ده الموضوع اللي سيادتك كنت عايزني فيه، ولا في اي حاجه بخصوص الموضوع بتاعي؟ ما قلت لك ده مش موضوع يا كومي. ما خلاص يا اخويا، اللي راح راح. سيبني دلوقتي وحياة ابوك. حاضر يا فندم. عن اذن سيادتك. بس يا سيدي، لقيته راجع وبوزه شبرين. مالك يا كومي في ايه؟ انت حمار يا كومي، بتشبه مشكلتك بمشكلتي. يا عيني يا كومي، مستعد ادفع نص الفلوس اللي اتاخدت واشوف زيتون ببعزها وكده. ادفع من فلوسك انت حبيبي، مالكش دعوه بفلوس. وفلوسك وفلوسي يا قمر، مش واحد. لا يا روح قلبي، دي فلوس الحمار. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش معدي كمان ساعه؟ قلت اجي ساعة بدري يعني عشان خش على جوه. يلا. حاضر. مين دي يا لول؟ ها؟ دي واحدة. والله؟ تصدق كنت فاكراها واحد. مين يعني سكرتيرة خدامة اول؟ ما انت عارفة، بيت من غير واحدة ست ما ينفعش. طب بس ما كنتش فاكر ان دماغك سم كده. قال صاحب التعابين تتعلم القرص يا حبيبي، ومراتك ما شاء الله عليها، أول حاجة علمتها لي. خلي بالك بقى، قالوا لي أحسن تلدعك واحدة ما تقومش منها. أنا غلبان يا حبيبتي وأنت عارفة. غلبان؟ بالفلوس والذهب ده كله غلبان؟ إحنا هنبص لبعض ولا إيه؟ ما يحسد المال إلا أصحابه، الحيطان ليها ودان مش كده؟ على رأيك، إيدك على شيك محامي الحمار. مش خسارة فيه. لعبها معانا صح الصراحة. حكاية إن الواد يقول على اسم الجمال الجبالي دي ملعوبة بحرفانة. ما يجيبها إلا ستاتها. وست الستات كمان. ولو إن جمال صعبان عليا، ما كنت خليه يفتكر الشيخ نوح زي ما كان فاهم. ده على أساس إن الكومي هيعمل إيه يعني؟ ولا حاجة يا روحي. هيستنى نوح لما يخرج من السجن ويقرره بمعرفته، ويقعد ينكش لنا في القديم حوارات ملهاش لازمة. على رأيك، وهو كده كده جمال هربان ما يجراش لما ملفه يزيد قضية يعني. قضية؟ ده انت طيبة قوي يا لولو. قضية ايه يا حبيبي؟ كومي مش بتاع قضايا، الكومي بيخلص على طول. لا يا فراولة، احنا ما اتفقناش على كده. وانت مالك؟ اللي يصعب عليك يفرق. ولا تكون فاكر ان انا هسكت لجمال لما يجي لي بيتي ويقول لي هرجع لك جوزك حافي وشحات. خليه يشوف الحافي الشحات ده هيعمل فيه ايه. يلا اديني الشيك. اتفضلي يا مرات الغالي. مرات الحمار. الشاي يا سي علي. لا خلاص مش عايزين. هستأذن انا بقى يا سي علي. باي.